السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين يا رب تكونوا بخير. معاكم يوسف الشبراوي. النهارده فيديو جديد وعوده جديده بعروض خياليه. قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك واشترك في القناه عشان يوصلك دايما كل فيديوهاتنا اول باول. وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. انا عارف انها جت متاخره شويه بس معلش الواحد كان مضغوط الفتره اللي فاتت. طيب العروض النهارده عليا عشان اللي داخل الفيديو يبقى عارف، العروض على الشاشات 24 بوصه، 24 بوصه اي بي اس بفريم و24 بوصه فريمليس. بفضل الله هسمعك النهارده اسعار مش هتسمعها في اي مكان بره زي ما كنا معودينكم دايما. تمام؟ طيب مش عايز ارغي كتير، العنوان بتاعنا هسيبه لك تحت ورقم التليفون ورقم الواتس بتاع 011 لو حابب تستفسر عن اي حاجه ان شاء الله. طيب اول شاشه معانا الوحش بتاعت شركه ديل، ديل الترا شارب يو 24 12 ام. وزي ما قلنا فيديوهات كتيره الالترا شارب هي اعلى فئه من شركه ديل. كل شركه ليها فئات، دايما بتلاقي مثلا في فئه هي اعلى فئه عندهم، ففي شركه ديل اعلى فئه عندهم هي فئه الالترا شارب. تمام؟ في شاشات الاي بي اس. يعني ايه شاشه اي بي اس يا يوسف عشان لاول مره بيشوفنا؟ يعني لو انت شغال مهتم بمجال المونتاج والجرافيك والديزاين والايديت، انت شغال مهتم بتصحيح الالوان، مهتم جدا بالحاجات دي، يبقى انت لازم تشتري شاشه اي بي اس. لو واحد بقى مستخدم عادي عايز يشغلها تلفزيون، عايز ياخد الشاشه الاستخدام العادي، عايز شاشه الوانها حلوه ما بتكونش بتضلم من اي زاويه زي شاشه الكمبيوتر اللي احنا عارفينها تيجي تقعد من تحت تلاقيها بتضلم، فهنا بياخد شاشه اي بي اس. فكل الشاشات اللي هعرضها لك في الفيديو معظم الشاشات اللي احنا مهتمين بعرضها هي شاشات الاي بي اس، لان دي هي الشاشات الاكثر طلبا في الفتره الحاليه اللي احنا عايشينها. تمام؟ طيب دي اسمها ديل الترا شارب يو 24 12 ام. المقاس بتاعها 24 بوصه، بتيجي باضاءه ال اي دي، وزي ما قلنا البانل بتاعها اي بي اس. طبعا الشاشات مش بنقول بانل اي بي اس وخلاص، في حاجه اسمها اس ار جي بي. ايه هو الاس ار جي بي؟ ده اللي بيقيس لي دقه الالوان بتاعت الشاشه، ده اللي بيقول لي الشاشه دي دقه الوانها للصح كام في الميه. الشاشه دي اس ار جي بي 99%. الريزولوشن بتاعها فول اتش دي 1920 في 1200 بالابعاد 16 على 10 زي ما احنا شايفين الشاشه. طبعا الشاشات اللي انت بتاخدها تيجي بستاندات متحركه، تقدر تطلع الشاشه تنزلها، تقدر تخليها تلف يمين تلف شمال، تقدر تخليها تلف بزاويه 90 درجه زي ما انت حابب. تمام. طب ايه المداخل اللي موجوده في الشاشه؟ فيها ثلاث مداخل، فيجا دي في اي ديسبلاي بورت مع مدخلين يو اس بي 2 من هنا ومدخلين يو اس بي 2 من هنا. ده شكل الشاشه من الظهر ما شاء الله، مع انها موديل مش حديث قوي لكن شكلها جميل وشيك لما تحطها على المكتب بتاعك. حبيت تشغلها اتش دي عشان هي ما فيهاش اتش دي، بتاخد كابل دي في اتش دي، الكابل ده عامل 100 جنيه ويشغلها لك على الاتش دي. الشاشه دي المفروض احنا بنبيعها ب 1700. العروض دي يا جماعه على الكميه اللي فاضله من كل موديل، على الكميه اللي فاضله من كل موديل. يعني دي مثلا اعتقد فاضل حاليا منها حوالي 10 او 11 قطعه، يبقى العرض ده على 11 قطعه اللي موجودين دول، لان ده حرق اسعار. 1550 جنيه بدل 1700 جنيه، يعني خصم 150 جنيه على اول شاشه معانا. طيب هدخل لك بقى على قنبله وسعر اتحداك تسمعه بره، اتحداك تسمعه بره. طبعا النهارده كلنا عارفين الشاشات الفريمليس. ايه اولا ايه الشاشه الفريمليس؟ الشاشه الفريمليس هي الشاشه الموفريم، بس هنا انت بتاخد سنه انتاج احدث، بتاخد شكل اشيك. طبعا الشاشه الفريمليس بتبقى شكلها شيك وانت حاططها على المكتب الكلام ده كله. طب يا يوسف هي من باب الامانه هل الوانها بتبقى احسن؟ لا، الوانها ما بتبقاش احسن، هي بس مجرد شكل اشيك، سنه انتاج احدث، مداخل احدث وهكذا. تمام؟ طيب النهارده ال 24 بوصه الفريمليس، ومش بقول لك بره، انا عندي انا كمان النهارده كلها ماشيه ب 2300 و2400 و2500 وفوق فيما فوق يعني. طيب العرض المفروض العرض ده عشان بس الناس ما يعني تبقى عارفه، انا منزل العرض ده على جروبات الواتس بتاعتنا، منزلها من قبل العيد بيومين، وفضل الله في ناس قد كده جت استلمت قبل العيد عشان انا كنت منزل كميه كبيره وهي ما شاء الله احنا رضا نخلص. انا مش فاضل عندي حاليا غير 15 شاشه. في ناس بتفضل قاعده مستنيه فيديو اليوتيوب، في حاجات يا جماعه ما بتستناش فيها فيديو اليوتيوب، في حاجات بيبقى عليها عروض سعرها لقطه تيجي تلحقها على طول من المحل عشان تاخد لك حاجه كويسه من الاول، انما هتستنى فيديو اليوتيوب في الحاجات دي هتلاقي نفسك بتخسر في الاخر. المهم احنا لسه فيها 15 شاشه بس اللي فاضيين. بقول كان ده ليه؟ لان ممكن يعني بفضل الله بعد يوم او يومين تلاقيهم خلصوا، فانا بعرف الناس من قبلها. الشاشات دي فرز تاني خفيف قوي، الشاشه بيبقى فيها خربوش بسيط قوي، فيها حاجه انا بس معلش انا معاكم بحاول بس اشوف الشاشه دي فيها ايه عشان اوريه لكم على سبيل ايه. اهو اهم حاجه بس الخربوش يكون باين معايا، باين خربوش زي ده، خربوش بسيط زي ده. هبيع لك الشاشه بكام؟ هبيعها لك ب 1900 جنيه 24 بوصه. اسمع مواصفات الشاشه، وفي كذا شاشه كذا موديل في الفريمليس هعرضهم لك. 24 بوصه فريمليس بدون حواف اي بي اس اس ار جي بي 106%. الشاشه دي انا عامل لها مراجعه في الفيديو اللي قبل ده. فول اتش دي 1920 في 1080 60 هرتز، وتشتغل معانا 75 هرتز لو عندك كارت شاشه.
ميزتها برضو فيها سماعات داخليه صوتها حلو جدا، والمداخل الموجوده فيها فيها فيجا ودي في اي واتش دي وديسبلاي بورت، فيها الاربع مداخل كاملين معاك، ومدخل اوديو ان اوديو اوت لو حبيت توصل سماعه خارجيه لو انت مش حابك صوتها. مميز برضو في الشاشه دي ان فيها يو اس بي 3 من جنب هنا، منهم واحد معاك شحن سريع بقدره 45 واط. ده شكل الشاشه من الوش ومن الظهر، وكالعاده زي ما بنقول لكم دايما الستاند بتاعها بيبقى متحرك معانا في جميع الاتجاهات. تمام، 1900 جنيه يعني ايه؟ انا عايز بس افهمك الدنيا ماشيه ازاي. انت النهارده لو نزلت تشتري شاشه بفريم زي دي كده وفيها مخرج اتش دي هتشتريها ب 2000 جنيه. فانا بعرض لك شاشه فريمليس بدل من 2400 او 2350 او 2500 زي ما بتتباع بره ب 1900 جنيه. وانا بقولها دايما اللي بيشتري من عندي فرز تاني خفيف هو اللي كسبان، لان بفضل الله بيشتري فرز تاني خفيف محلات بره بتبيع الفرز ده على انه فرز اول، بفضل الله الناس عارفه فرزنا يعني الحمد لله. بقول فرز تاني خفيف بيبقى حاجات خفيفه، مش هديك خربوش ضارب الشاشه واقول لك ده فرز تاني خفيف. طيب عايز برضو بما اني عشان الشاشه دي هي اللي فاضل منها اكبر عدد موجود، انا دايما بتعمد الشاشه اللي فيها اكبر عدد موجود منها ان انا اصورها لكم فيديو عشان تشوفوا الوانها على الطبيعه والكلام ده كله، مع اني كنت منزلها فيديو مراجعه في السريع بس خلينا نصورها تاني كده سريعا عشان اسمعكم صوتها. قرب كده ادي يا جماعه الخربوش اللي فيها اهو، مش عارف على الابيض اصلا مش باين، والله ما باين. ممكن يا جماعه وانتم بتفرزوا ممكن تلاقي، انا برضو بعرف الناس عشان ما حدش يقول انت بتقول حاجه في الفيديو بترجع تقول حاجه تانية، ممكن خربوش يكون اتقل، ده خفيف يعني في حاجات اخف منه والله في حاجات اتقل سنه، بس مش خربوش جامده. من الاخر لو انت قتها كده فاتح فيديو تتفرج عليه فاتح الوان تتفرج عليها ولا هتشوفها. عايز شاشه فريمليس بسعر خيالي، انت النهارده تحت ال 2000 جنيه واخد شاشه فريمليس 75 هرتز تمام، وهتلعب عليها او هتيجي عليها فيديو زي ده ولا هتشوف حاجه فيها، الخربوش عمرك ما هتشوفه. في محلات كتيره وانت بتشتري منها بيروح فاتح لك الشاشه كده الوان ويقول لك اتفضل يا باشا اتفرج عليها والدنيا زي الفل وخلاص، انما مش هتلاقي حد مثلا حاطط لك برنامج زي ده برنامج للتست ويقول لك خد افرز على الالوان كلها وافرز لون لون وشوف الشاشه وتاكد منها. يوم ما حد يعني في شغلنا ده بيكون يعني ها عنده ضمير هيروح فاتح لك تكست زي ده. ليه انا ما بشتغلش بالتكست في شغلي وانا بتفت؟ لان بيبقى في حته سودا من هنا وفي تكستات بيبقى في حته سودا من فوق ومن تحت، تبقى الشاشه اصلا ربعها مش باين معاك، انما انا بفتح لك برنامج زي ده عشان تبقى الشاشه كامله معاك على كل الالوان، الشاشه كامله ما فيش اي حاجه فيها وافرز براحتك. طيب تعالى اسمعكم صوتها، بس علي صوتها على الاخر ماشي، نجرب صوتها كده. وكان حماقتك يعني صوتها بصراحه ضعيف، يعني اللي هو انت قاعد قدامها هيمشي لك الدنيا، لو انت مش عايز تجيب سماعه وعايز حاجه صوتها ضعيف يمشي لك الدنيا معاك. خلاص كده؟ انا بس صورت الشاشه دي ان هي اكتر حاجه فاضل منها عدد دلوقتي. هوريكم حاجات ثانيه برضو جوه العرض بس ما فيش منها عدد كبير. خلاص كده؟ 1900 جنيه. العرض ده في خلال يومين انا بقول لكم غالبا هيكون خلص، انا بس بعرف الناس عشان ايه؟ طبعا في منها برضو ابيض. نفس السعر برضو، نفس المداخل، نفس كل حاجه. خلاص كده؟ لونها ابيض. طيب. عندي ايه تاني؟ في عندك فوجيتسو سيمنس. دي بقى ابعادها 16 على 10، معلش مش منظمة. ابعادها 16 على 10، فيها سنسور من قدام، سماعات داخلية. المداخل اللي فيها فيها دي في اي واتش دي وديسبلاي بورت ان واوت واربعة يو اس بي 3. يعتبر نفس كل حاجة، بس دي ابعادها 16 على 10. دي بتبقى 1920 في 1080. دي بتبقى 1920 في 1200. معظم الناس بتحب الابعاد دي، الابعاد المستطيله، ما بيحبوش الشاشه الابعادها كده، وفي ناس بتحب الابعاد دي. نفس السعر، فرز خفيف ب 1900 جنيه. والله انا في زبونين جم قبل هو ما نزلت الفيديو على الجروب جم استلموا، والله شاشتين ما كانش فيهم حاجه، يعني احنا قعدنا ساعه ندور على اللي فيهم، هو اكيد فيهم حاجه بس بسيطه لدرجه انا دورت عليها تاني مش لاقيها وخدوها على انها فرز تاني، لان انا ما دام قلت لهم طالعه من وسط الفرز التاني الخفيف يبقى هي هتاخدوها بنفس السعر. خلاص؟ بالنسبه للفرز برضو بحب اعرف الناس، انت بتيجي ممكن تفرزك في الشاشات دي 3 4 وتلاقي احسن حاجه فيهم عاجباك تمام، يعني مش هلزمك انك تيجي واحده اللي طالعه زي ما كنت في بعض الفيديوهات، في حاجات كانت لازمانك كده عشان بس الموضوع مفتوح شويه معانا النهارده، يعني انت لو جاي في 3 4 مفتوحين لا اللي تعجبك فيه خلاص، وان شاء الله كده كده انت هتيجي وهتتراضى، يعني انت هتيجي وهتلاقي فرز يعجبك وانا واثق من كده. طيب عايز شاشه بقى فريمليس وتكون فرز اول، معايا الموديل المحترم ده لينوفو ثينك فيجن تي 24 اي داش 20. دي 24 بوصه، البانل بتاعها اي بي اس اف ار جي بي 99% وفريمليس برضو بدون حواف.
دي بقى فرزه اول طبقه ما فيهاش حاجه. المداخل اللي موجوده فيها فيها فيجا دي في اي اتش دي ديسبلاي بورد، معاك 2 يو اس بي 3 من هنا و2 يو اس بي 3 من هنا، منهم واحد شحن سريع بقدره 30 واط. الشاشه دي المفروض انا كنت ببيعها ب 2000 ونص وهي ماشيه في السوق ب 2000 ونص، هعمل لك عليها عرض بسيط كده وتبقى ب 2400 الفرز الاول. طيب عندي بقى بس ما فيش منها كتير، هم حتتين باب الامانه يعني. الحته القيمه دي فيليبس الموديل بتاعها 24-2 بي. الشاشه دي فيها سنسور من قدام، فيها سماعات داخليه، المداخل اللي موجوده فيها فيها فيجا ودي في اي واتش دي وديسبلاي بورد. عشان الناس اللي تبقى عارفه كل الشاشات الفريمليس اللي انا بعرضها لك انتاجاتها 2020 2021 2022 حسب بقى كل موديل شاشه. تمام. الشاشه دي ميزتها ان هي 75 هرتز فعلي. يعني ايه 75 هرتز فعلي ويعني ايه 75 هرتز كسر سرعه؟ 75 هرتز كسر سرعه يعني زي مثلا اللينوفو، مثلا اللينوفو دي 75 هرتز كسر سرعه، يعني هي في الاصل 60. لو انت معاك كارت شاشه بتقدر من خلال كارت الشاشه انك تشغلها على 75 هرتز. طب الكلام ده يا يوسف يضر الشاشه؟ ما يضرهاش. ليه يا حبيبي؟ لان هو لو يضرها الشركه هتلاقيها منع كده، في شاشات تيجي لو هتزودها هرتز زياده تلاقيها ممنوعه وتلاقي الشاشه قفلت. فهي ما دام الشركه سامحه بكده فهم كده الشاشه بتقبل معاك 75 هرتز. من باب الامان عايز برضو تكون يعني مطمن 100%، مع ان انا مش شايف ان في ضرر وناس كتيره واخده الحاجات دي ومجربينها مفيش حاجه. بس برضو من باب الامان وقت ما تكون مش بتلعب اقفل خليها 60 هرتز، وقت ما تكون بتلعب خليها على 75. دي بقى 75 هرتز فعلي، يعني دي انا عايز افهمكم اكتر يعني ايه 75 هرتز فعلي. يعني انا اول ما بوصلها في الشاشه من غير ما يكون حتى لو ما عنديش كارت شاشه، مجرد ما اوصلها في الجهاز بتاعي الاقيها على طول شغاله معايا 75 هرتز. عايز اوريكم بس لحظه واحده، قرب كده بصوا كده يا جماعه، خش على الديسبلاي سيتنج من هنا، هننزل تحت هتلاقي هنا هي 60 تدعم معاك لحد 75. واضح؟ خلينا اهو 75 هرتز مع بعض، هي شغاله معايا عادي جدا. كارت الجهاز ده ما فيهوش كارت شاشه اصلا، ومن اهو من اعدادات الديسبلاي سيتنج شغاله معايا على 1920 في 1080 على 75 هرتز. ده معنى ان الشاشه 75 هرتز فعلي. طبعا انت الشاشه دي لو النهارده هتنزل تشتري شاشه بالمواصفات دي انت بتتكلم انك هتدفع حوالي 4 ونص، 75 هرتز اي بي اس النهارده في السوق، في حاجات 100 هرتز تقريبا بخمسه بشوفها. المهم دي بكام؟ دي عامله 2500 جنيه. 24 بوصه اي بي اس اس ار جي بي، والله ما فاكر اس ار جي بي كام، هكتبه لكم جنبي، الاس ار جي بي بتاع الشاشه دي هكتبه جنبي وانا بتكلم. فول اتش دي 1920 في 1080 75 هرتز، فيها سنسور من قدام اللي هو بيوطي الاضاءه ويقفل الشاشه لو انت من قدامها، وفيها سماعات داخليه. تمام كده؟ طيب ده كده كان عرض سريع بالشاشات ال 24 بوصه، حاولنا نعمل لكم عليها عروض كده سريعه، ان شاء الله الفيديو اللي جاي هيكون على 32 بوصه، هعرض لكم عليها اسعار محترمه برده جدا ل 32 ال 4K. يعني ان شاء الله الفتره الجايه كده هنبقى مركزين معاكم على شويه عروض كده لكل حاجه، نمسك شغل ونحرق سعره ونعرض عليه عروض كويسه. بالنسبه للشحن الشاشات اللي هي بفريم اللي هي زي دي كده بقدر اشحنها لك، انما الشاشات الفريمليس ما عليهاش شحن. طيب في بقى اوبشن جديد هقول لكم عليه، معلش هقعد بس عشان تعبت من الوقوف. بصوا يا جماعه في ناس كتيره في محيط القاهره الجيزه بيبقوا عايزين مني شاشات اجهزه الكلام ده كله. طبعا الاجهزه انا بشحنها لك عادي مع شركات شحن، انا ما بخافش منها، اللي بخاف منه الشاشات. فدلوقتي احنا بفضل الله انا مطبق الموضوع ده بقى لي 4 شهور، انا دايما ما بحبش اعلن على القناه على حاجه جديده غير لما اكون مطبقها ومطمن منها. اي حد عايز شاشه في محيط القاهره والجيزه عشان مش عايز ابعت مع شركات شحن، انا حتى الناس اللي هم في محافظات ثانيه عارفين ان انا ببعت مع عن طريق عبود وببعت مع سواق من الموف عشان ابقى ضامن الشاشه. تمام؟ لان انا لما بشحن لحد حاجه بقول له بشحنها لك على مسؤوليتي، فلازم اكون ضامن الشاشه. تمام؟ فبالنسبه بالنسبه للشاشات الفريمليس اسمع بقى مني، الشاشات اللي بفريم عايز الشاشات شحن بشحنها لك مع عربيه اوبر. بنعملها ازاي؟ قبل ما بتطلب بروح داخل على ابلكيشن اوبر وادخل اللوكيشن بتاعك، جالي الاوبشن مثلا هيدفع كذا، بقول لك المشوار من عندي لعندك بيكلف كذا، ببعت مع سواق اوبر وكده كده احنا معانا بيانات اوبر وموضوع امان. انا طبعا ما بطلعش اتكلم على حاجه غير لما اكون مجربها ومطمن منها، فبيكون معانا سواق اوبر وبنكون معلمين ان احنا باعتين طرد معاه، بحط معاه الشاشه عادي على الكنبه اللي ورا معززه مكرمه وانت بتستلمها عندك. يعني بص انا يعني عايز اقول لكم في الحاجات دي انا بضحي، يعني انا موضوع عبود ده ولا حد كان يعرفه ولا تاجر بيشحن من عبود، انا اللي بضحي وبحاول اجرب في الحاجات دي وبخاطر بشحن الحاجه على مسؤوليتي وبعد كده كله بياخد الافكار على الجد. مش مشكله مش مشكله. المهم الضمان على الشاشات ضمان شهر استبدال ضد عيوب الصناعه.
لا قدر الله الشاشه فيها اي مشكله او اي حاجه خارج الكسر والخط، يعني ايه خارج الكسر والخط؟ الشاشه اتكسرت منك خارج الضمان، الشاشه اتخبطت وجابت خط خارج الضمان. وانا صورت فيديو شورت قبل كده وقلت الخط بيجي ازاي ووضحت ازاي حتى بيتعالجه والكلام ده كله عشان الناس اللي مهتمه بموضوع الخط. فالضمان معاك شهر استبدال ضد عيوب الصناعه لو في اي مشكله. طب يا يوسف حصل مشكله بعد الشهر؟ والله انا بكون معاك، يعني انا ما بسيبش حد وبفضل الله ربنا عالم، يعني لو قدر الله حصلت مشكله بعد الشهر ما دام حاجه في الشاشه ممكن اتكلف تصليحها، ممكن ابدلها لك لو اقدر. فانا يعني ما بسيبش الزبون مثلا حتى لو بعد سنه، ما انا ما دام في ايدي حاجه احلها له بحاول اكون معاه للاخر. تمام كده؟ نتمنى يا رب دايما نكون عند حسن ظنكم. بالنسبه للشات الفريمس اللي في العرض دي اللي يجي المحل بس هو اللي هياخدها، معلهاش شحن ولا حتى مع عربيات اوبر. انا بس قلت لكم اللي عايز بعد كده مستقبلا شحن مع عربيات اوبر هنشحن عادي. تمام؟ انما الفريمس اللي عليها عرض ب 1900 جنيه دي بتشرفني ان شاء الله في المحل وبتستلمها. قبل ما بتشرفني وبتستلم اي حاجه هنا من المحل، اي حاجه عموما سواء عليها عرض ما عليهاش عرض، يفضل تكلمني على الواتس، تتاكد ان الحاجه موجوده، كلمني قبلها بيوم، اتاكد ان الحاجه موجوده وظبط معايا ميعاد عشان تيجي تلاقي، يعني تكون متاكد انا مأكد عليك ان الحاجه بتاعتك موجوده وتيجي تستلمها. لان في ناس بتشوف الفيديو ممكن الفيديو ده نازل، واحد يجي لي بعد شهر يقول لي انا شفت الشاشه في الاعلان ده بكذا، بتحصل كتير قوي معانا. بتبقى الشاشه خلصت وجه غيرها واتباعت وجه غيرها، هو لسه جاي على الشاشه دي. فعشان يعني ما يبقاش ايه انت ضربت مشوار على الفاضي او جيت على حاجه غلط، فانت اسال دايما على الحاجه اللي انت جاي تشتريها. نتمنى يا رب دايما نكون عند حسن ظنكم، واتمنى يا رب ما اكونش طولت عليكم بقى، وانتظرونا كده في فيديوهات جديده ان شاء الله. كان معاكم يوسف الشبراوي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.